يتغير النظام العالمي بتغير الزمن، وتتغير احتياجاتنا بتغير متطلبات الحياة. فيا أهلا بوقود العالم الجديد، ووداعا لاقتصاد البترول والحلم الأمريكي. لقد بدأ السباق بالفعل، العرب والغرب على نفس المضمار مع اختلاف نوع البنزين. اقتصاد جديد يبنى على أنقاض النفط، وصراع على السيادة بين الصين، الولايات المتحدة، الدول الأوروبية وحتى العربية كالسعودية ومصر. هذه نبذة بسيطة عن مدى أهمية بديل النفط الأمثل للعالم، ألا وهو الوقود الحيوي، متوفر في كل مكان وعند الفقير قبل الغني. سره يكمن في روث الحيوانات، لكنه قد يهدد حياتك وقد ينقذك في نفس الوقت. فهل حانت نهاية عصر البترول بالشكل الذي عهدناه لليوم؟ وما هو الوقود الحيوي بالضبط؟ وما الذي سيترتب عنه من مزايا ومخاطر؟ حسناً، هذا موضوعنا لليوم، لكن قبل ذلك ندعوك للاشتراك بقناتنا ومتابعة مستجدات العالم معنا. البديل الأمثل للنفط. انتشرت المقالات المتحدثة عن الوقود الحيوي بشكل مكثف منذ أواخر 2022، وذلك في ظل تواصل التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الكوكب. لكن مع ذلك لا يزال الكثير يجهلون حقيقة هذا الوقود الطبيعي. لذا سيدي المشاهد، سنعمل على تبسيط واختصار ماهيته حتى يسهل فهم سبب بروزه العالمي بهذا الشكل، الذي جعل فئة معتبرة تراه البديل الأمثل للنفط، وخاصة للوقود الأحفوري. في البداية اكتسب هذا الوقود صبغة التصنيف الحيوي، لكونه يعتمد بشكل كلي على النبات والحيوان عكس بقية الأنواع الأخرى. لذلك كانت بداية استعماله منذ القرون الماضية بهدف التدفئة والطبخ. بيد أنه اليوم ومع التطور التكنولوجي، انقسم الوقود الحيوي لثلاثة أصناف، ألا وهي الوقود الحيوي الصلب المتأتي من مخلفات النبات كالأخشاب والفحم، التي تساعد على استخراج الطاقة الكهربائية والحرارية عن طريق حرقها. علما وأن هذا الصنف تتوافق استخداماته مع الوقود الحيوي الغازي، أي غاز الميثان، إلا أن مكمن الاختلاف الجوهري هي طريقة استخراجه، بحيث يمكنك الحصول عليه على سبيل المثال، لا الحصر من خلال تحلل المخلفات العضوية وروث الحيوانات والمستنقعات. أما بالنسبة للصنف السائل فهو يعد أكثر شمولية، كونه يستخرج من عدة مصادر، أهمها النباتات السكرية بمختلف أنواعها، والتي تعتبر أساس مركب الإيثانول المستخدم في صناعات المشروبات الكحولية والعطور، وأيضاً كوقود لنوع مخصص من المحركات الميكانيكية. ولمن يسأل عن المنتج الشهير الآخر لهذا الصنف من الوقود، أي الديزل الحيوي، فهو ينتج أساساً عبر عمليات العلاج الكيميائي للزيوت النباتية كالصويا مثلاً. ثم وبعيداً عن كل هذه المفاهيم، وإن تغاضينا كذلك عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فإن ما يقف وراء توسع شهرة الوقود الحيوي هو الدعم المالي الحكومي له، بما أنه يزخر بمنافع ومزايا بيئية تفتقر لها بقية الأنواع الأخرى من الوقود. فقد أقر الخبراء بأنه سيكون قادراً على اختزال قرابة 1.7 مليار طن سنوياً من انبعاثات الغازات الدفيئة في حال تكثيف إنتاجه واستخدامه بشكل يومي، بداية من الآن وحتى عام 2050. بل لك أن تعلم سيدي المشاهد أن الوقود الحيوي مقارنة ببقية منتجات البترول يتفوق بقدرته على تقليص نسبة التعرض لمرض السرطان إلى ما يعادل 90%، ما يترجم سبب تعلق الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والاتحاد الأوروبي ومؤخرا عدة دول عربية مثل السعودية ومصر والإمارات وغيرها الكثير بهذا الوقود الرخيص نسبيا. السر المخفي. لربما تكون قد ضممت صوتك مسبقا لمساند صناعة الوقود الحيوي،
لكن السر المخفي وراء مزاياه قد تجعلك أكبر المناهضين والمعارضين له. لما؟ لأنه وببساطة أحد الأسباب المباشرة لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. فقد أكدت تقارير العام الماضي للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل أن حوالي 40% من عمليات تفريغ المساحات الغابية في الأمازون المجراة منذ عام 2005 ما هي إلا طريقة أخرى لتوسيع الأراضي الموجهة لزراعة فول الصويا، بغية تصدير المحصول للاتحاد الأوروبي واستخدامه فقط لتغطية الطلب على عمليات صناعة الوقود الحيوي. وبجانب هذا يزداد الخطر على غابات الأمازون مع تزايد نشاط عصابات الأخشاب التي وجدت في هذا الوقود تجارة رابحة وطريقا نحو الثراء السريع. ثم بالإضافة لما سبق ذكره، فإن هذه الأراضي المخصصة لزراعة المصادر المنتجة لهذا الوقود تكلف الكوكب بدورها 5000 لتر ماء أثناء إنتاج لتر واحد فقط من الوقود الحيوي. بيد أن الكابوس لا يتوقف عند هذا الحد، فبحسب المنظمة العالمية FIO فإن إنتاج الوقود الحيوي سيعمق أكثر من أزمة الجوع المستفحلة يوما بعد يوم. كيف لا وما تنتجه الأراضي الزراعية لإنتاج هذا الوقود يماثل المعدل السنوي للسعرات الحرارية المستهلكة من حوالي 1.9 مليار إنسان. أي باختصار شديد، فإن أغلب مصادر الوقود الحيوي تستنزف سلة غذاء سكان هذا العالم، الأمر الذي يعد أزمة أخلاقية تلازم الدول المتقدمة في مواجهة الدول الأخرى الفقيرة. فبرأيك هل سيختار العالم المتقدم التضحية بالعالم النامي لتحقيق مصالحه الشخصية، أم أنه سيرضخ للمصلحة العامة؟